السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اللي ما راش مشترك يشترك معنا، وبلا ما نوصي خاوتي لايك لايك لايك. السلام عليكم، اتمنى الجميع بخير. متابعينا الكرام، في البدايه اعتذر على هذا الغياب، كنت مريض الله غالب. لكن اليوم كي شفت اللقطه تاع الرئيس تبون مع ولي عهد السعوديه، الحمد لله راني ريحت. المهم خاوتي، السعوديه راها دايره هيلاله كبيره باستضافتها للقمه العربيه الصينيه باش تزعف امريكا، وولي العهد السعودي يجري ويطيح وينوض باش القمه هذه يكون فيها اعلى تمثيل رئاسي للزعماء والقادة العرب. لكن الرئيس تبون حفظه الله خرج ذو خرجة بهدلو فيها على اللي ما حضرش للقمة العربية في الجزائر. القمة العربية الصينية عرفت حضور كبير للرؤساء وزعماء العرب، السيسي، أمير قطر، ملوك الخليج، جاجيو. لكن الرئيس تبون هو الغائب الأكبر، وكان في زيارة وقتها إلى وزارة الدفاع الجزائرية، وهي رسالة قوية للجميع. وقبل ما نقولكم خاوتي علاش واش صرا ثاني، نخلي عمي تبون يخبركم علاش ما حضرش للقمة. لكن قبلها ديروا لايك. ند للند، مهما كنت كبير صغير متوسط دب راسك 8 سنين مسك، الاخر يفهم باللي ند للند ماهوش استفزاز عليه، هي صيانة سيادة وطن اللي استشهدوا عليه مثل ما قلت 5,630,000 شهيد. نتعامل مع معاك كاش مشكل، ما تعرقل لي مشاكل لي مصالحي، ما نعرقل لك مصالحك، متفقين. ولكن باش تفرض عليا حاجه ما تفرضش، ولا واحد قادر يفرضها ما عدا الله عز وجل. هذه هي خاوتي سياسة الند بالند والمعاملة بالمثل اللي راح تمشي بها الجزائر بقيادة الرئيس تبون حفظه الله. رغم اعتذار ولي عهد السعودية للرئيس تبون في افتتاح المونديال على عدم حضوره للقمة العربية، واللي قال راها وذني ضرتني، لكن عمي تبون في الاخير ما حضرلوش للقمة العربية الصينية مباشرة. ما قالوا لا وذني لا راني مريض لا والو، ما ديريكت بعث له من ينوب عنه، واللي هو رئيس الوزراء الجزائرية أيمن عبد الرحمن. أنا تبالي لو كان ما اعتذرش ولي عهد السعودية للرئيس تبون، رئيس تبون ما كانش راح يبعث له قال رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن. ونزيدكم حاجة، في القمة العربية الصينية الوزير الجزائري راح قاعد على يمين الرئيس الصيني، وبلا ما نقولكم خاوتي الأماكن عندها بروتوكولات خاصة، الرئيس الصيني في الوسط، الدولة منظمة على اليسار، وعلى يمين الرئيس الصيني تمثيل الجزائر مش بأعلى مستوى لكنها جنب الصين في القمة العربية الصينية. وهذا راجع إلى عمق التقارب الجزائري الصيني. كما تعرفوا الجزائر إن شاء الله راح تنضم إلى منظمة بريكس العالمية اللي فيها الصين وروسيا. المهم، وهذا راجع إلى عمق التقارب الجزائري الصيني، وهذا الشيء اللي خلى المحلل الكويتي المشخص المطيري يعلق: الجزائر هي أول دولة عربية يلقي رئيس الوفد كلمة بلاده بعد كلمة الرئيس الصيني مباشرة. هنا تعرف مكانة الدول المؤثرة التي لها عمق وثقل استراتيجي. الدول لا تقاس بعدد الشعوب، ولا تقاس بالارتماء في أحضان التطبيع، ولا تقاس بالخنوع. دولة الجزائر جعلت العالم كله يحترمها ويحترم إرادتها. الله يحفظ الجزائر، الله يحفظ قيادة الرشيدة، الله يحفظ تبون أو شنقريحة. والسلام عليكم خاوتي. في الأخير خاوتي ديروا لايك لايك لايك.